يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إرضاء الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله خاص في حياته؟ وكيف يكون إرضاؤه الآن؟ خاص في حياته، إرضاؤه خاص في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول هل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الأعمال لنرضيه بذلك؟ هذا راجع إلى الأدلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيسر بما كان منها حسنا، هذا ورد في بعض الأدلة. نعم.